وحنروح لأولى فقراتنا لليوم ورح نفردها للمساحة التربوية التعليمية بعد عطلة طويلة. هاي يعني اليوم الأمهات ما كتير حبوا فكرة العطلة، ولكن هي تجهيز كانت للامتحانات. يمكن بهاي الفترة بصير خربطة بنظام الأطفال، إن كان بالنوم إن كان بالتحضير للامتحانات. اليوم في ضغط كتير كبير على الأهل أو على الطالب، اليوم بضغط المنهاج وبكم الأسئلة. اليوم بخاف الطالب إنه أنا شو بده، شو ممكن تيجي الأسئلة، وخاصة نحن دخلنا بنظام منهاج جديد، يمكن هذا يعمل لحاله يشكل ضغط عند الطالب وحتى الأهل والكادر التدريسي. أكيد اليوم يمكن الضغوطات عم تكون كتير كبيرة على طلابنا نتيجة الدراسة والتحضير للامتحانات والتفكير بالامتحانات، ولكن ممكن مشاهدينا كثرة هذا الضغط، هذا التفكير ممكن يودي فيهم يصيروا يفكروا بالانتحار، يصيبهم أمراض نفسية معينة، مشاكل. لهيك يمكن كل حدا عم يتابعنا اليوم يا ريت ينتبه للنصائح يلي رح نعطيها أكثر، وما نكون نحن والامتحانات على أطفالنا وعلى شبابنا، خلينا هيك نعطيهم راحة نفسية أكثر وندعمهم أكثر لأنهم بحاجة لدعم وتحفيز أكثر. مشاهدينا أكيد رح نحكي عن الموضوع أكثر وتفاصيل أكثر مع ضيفتنا يلي صارت ضمن الاستوديو الاستشارية الاجتماعية رندا علي دي. بيسعد صباحك. بيسعد صباحكم. صباح الخير يا رندا، كل عام وانتم بخير بداية. إن شاء الله هيك عام حلو عليك وعلى كل أحباب قلبك. بداية هيك خلينا نحكي بعد هي العطلة الطويلة، نعرف بالضغوط عند الأطفال. اليوم وقت نقول طفل يعني بنحس إنه هو مستثنى أو بعيد عن شيء اسمه ضغط، ولكن للأسف عم نشوفه على أرض الواقع بشكل كتير كبير. تماماً، أكثر كلمة بنسمع إنه طفل صغير معقول يكون عنده ضغوط، أو قد ما كان مضغوط ما حيكون مثلنا، ولكن نحن للأسف في نوع من الضغوط معينة اللي نحن بنصير ننقلها من الأهل، بينقلوها لأطفالهم بدون ما يشعروا. بتكون الأم مضغوطة، عندها فترة عطلة وأعياد، وبنفس الوقت عندها فترة تحضير لامتحانات أولادها، هذا غير ضغوطات الحياة الثانية ومشاغلها. فهذا الضغط بتصير في عندها جزء من تفريغه على الطفل نفسه أو على الطالب نفسه، فبالتالي بصير هو عنده هذا الضغط وهو ما له ذنب فيه. لهيك كثير منيح نحن لما تكون في شيء من التنظيم وشيء من تقسيم الوقت لحتى يكون في حقوق وواجبات للأم وللطفل لحتى لكل العائلة لكل البيت، لحتى نحن نخفف هذا الضغط اللي هو أساسا ماله داعي وماله مجدي، يعني ما بيعطيني نتيجة بالأخير. طيب بعد ما تعرفنا على الضغط يلي ممكن يصيب طلاب بهي الفترة، فترة التحضير للامتحانات، شو طبيعي اليوم يكون الطالب متوتر وخايف والآن، ولكن ايمت احنا اليوم بنكتشف كأهالي انه فعلا اليوم طفلي عم بيعاني اليوم من هي الضغوطات؟ كيف يعني ضغط؟ كيف يعني لما بكون انا عندي طالب وهو مضغوط من الدرس او مضغوط من الجو العام اللي هو بالبيت موجود فيه، هو بيكون في عنده مثل احباطات او تراكمات، بحس في عنده كثير اشياء ما عم بيقدر يلحقها، الوقت مو مكفي، كل ما بده ياخذ استراحه ممكن حدا يضغط عليه بكلمات او يلزمه باشياء هو لسه ما له قادر هلا ينجزها. فهون انا لما بيتعرض هذا الطالب لهذا الضغط فكيف بيبين عليه؟ ببلش بقى في نوعين، او بيكون انسحابي فهو بينسحب من المجموعه بيحاول دائما يقعد لحاله، او بيكون بالعكس بيصير عنده مظاهر تمرد وعدوان، خصوصي بالطلاب اللي بفتره المراهقه. صحيح. بيصير دائما عنده ردود فعل ما له مناسبه، انفعاله ما له مناسب للموقف. فمن هون نحن بنبين معنى هذا الطفل، حتى كاشخاص حتى كالاهل كنحن، هي ردود الفعل اللي او الانفعال الغير مناسب للموقف بيعطينا مؤشر انه هذا الشخص في شيء زعجه، في شيء مثل ما عم نستخدم كلمه ضغطه، في شيء عم بيخليه ما له قدران يكون في عنده متنفس لحتى يفرغ فيه هذا الكم من الضغط او من المسؤوليات. تمام. طيب خلينا نروح للتاثيرات. اليوم هذا الضغط اكيد حيكون له اثار سلبيه، ان كان على النفسيه ان كان على
الاداء الدراسي على المستوى الدراسي، وخاصه مثل ما قلنا نحن هلا بفتره تحضير، يعني نحن بكره اول يوم بالامتحانات، فهذا الطالب عنده حيضل لبكره هيك حتى بيقدر شوي يتنفس. يعني قد ايه اليوم هاي الضغوطات حتاثر على المستوى التعليمي للطفل؟ تماما. الام شو بتفكر انه اذا ضلت عم تقول له لابنها قوم ادرس قوم ادرس، فهو رح يقوم يدرس ورح ينجز. هو بالعكس تماما، انا دائما بنصحهم حطوا جدول وقت للاستراحه، وقت للدرس، لحتى يكون ملتزمين كلنا بهذا الوقت. ما في داعي ان نضل عم بقول له قوم ادرس. متى ما عودته بعمر بكير على هذا الموضوع، هو بصير لحاله بينظم وقته. تنظيم الوقت كثير مهم، لحتى نقدر اذا مثلا عندنا اجتماع بالعيله، مناسبه عيد، مناسبه عطله، او زياره معينه، اقدر يكون ابني عنده هذا الوقت لحتى يشاركنا، ما يحس حاله انه والله انا لانه عندي درس فانا مستثني من هذا النشاط او من هاي الجو العائلي اللي انا موجود فيه. فكتير مهم نحن ننظم الوقت، نقسمه بطريقه مريحه لحتى وفر ومدروس توفر علي هذا الضغط. تمام. ويمكن بالنهاية فترة الامتحانات أو هي المرحلة أكيد رح تكون مؤقتة، رح تمر، يمكن اجتازوا قبل امتحانات، ولكن يمكن الخوف هذا بضل موجود شيء أساسي. طيب اليوم خلينا نكون واقعيين، كثير من الضغوطات ممكن يكون سببها الأهل. يعني مثلا بتلاقي طالب قاعد عم يدرس معصب، مزاجيته ممكن يكون مضغوط كثير، بتلاقي الاهل انه انت السبب، انت اللي ما لحقت، انت طول العطله عم تتلهى مع رفقاتك على التليفون. هذا الكلام يمكن قديش سلبي اليوم على الطلاب؟ يمكن يكون الطالب هو عم يدرس ومجتهد، ولكن يمكن الكلام السلبي اليوم بياثر فعلا. ليش ما بنقول له مثلا عادي ممكن تعمل المره الجايه افضل، يعني نروقه اكثر مشان ينجز؟ تماما. هلا نحن لما بيكون في عندنا منتج مو مناسب للجهد اللي هو باذله، بيكون في اسباب كثير، منها مثل ما ذكرتي اهمال الطفل او الطالب بهذا الموضوع. نحن كيف فينا نتدارك هذا الشيء؟ لما انا بطل اضغطه بهيك الكلمات، لانه هو حيصير بمكان حدا عم بيهاجمه، هو عم بيدافع عن حاله، فراح العنصر الاساسي اللي هو الاهتمام بالدرس. بصير بكرهه أنا بالدرس، لأنه هو الدرس هو السبب اللي عم يخليني أنا ما أعيش حياتي مثلهم بالبيت. فلهيك لما بيكون في تنظيم مثل ما برجع بقلك للوقت للأنشطة، في وقت للدرس، في وقت لأنه أنا أحكي مع رفيقي، في وقت لأني أنا أروح مشوار، لأني أقعد أدرس، لنام، لأرتاح، لما بكون مقسم هذا الوقت ما بتعود في داعي للأم تضل تأنب ابنها أو تضل تقول له شفت كيف نتائج إهمالك. هو لحاله رح يصير يعرف هذا الشيء، ما في داعي حدا يذكره فيه. بكفي انه خصوصي بنحكي هون في فروق فرديه، في فئات من الاطفال والطلاب هن فعلا مهملين، في فئه ثانيه لا، هن بيبذلوا مجهود كثير اكبر من المطلوب منهم، ولكن تحصيلهم بيكون وسط او اقل من الوسط. هون هي فروق فرديه لازم كمان الام تراعيها، ما تقارن ابنها بباقي اولاد العيله انه يلا كلهم درسوا فانت لازم تكون بنفس علاماتهم. العلامه ما لها المقياس ابدا للجهد، العلامه هي مقياس لشو قدر يعرف يجاوب او قدر ينجز من هذا الامتحان. لهيك انا بقدر كمان ميز انا الطلاب اللي عندهم فروق فردية بمستويات متدنية من التحصيل أو من الجهد تبعهم، فأنا بقدر أعالج هاي المشكلة بوقت أبكر. ممكن تكون طريقة دراسة خاطئة، ممكن يكون في مشكلة معينة بالصعوبة معينة بالتعليم، لهون أنا بقدر أتجاوزها، بدل ما أنبه بقدر ساعده لحتى نتجاوز هاي المحنة، ويكون دائما العلامة اللي أنا بطلبها إذا مثلا جاب 5 فأنا بطلب منه المرة الجاية 6، ما بطلب منه 10، يكون بالتدريج أنا أطلب منه مع تشجيعه وساعده لحتى يحقق العلامة الأفضل لقدام. أكيد رندا، دائما نحن بننوه على نقطة، اليوم نحن نآمن بقدرات هذا الطفل وبالطاقة الاستيعابية اللي عنده، بعيد عن الفروق والمقارنة بينه وبين أقرانه. دائما نحن بنقول بفترة الامتحانات الأهالي ببعدوا الأطفال عن تابات، عن الموبايلات، عن السوشيال ميديا،
الميديا بشكل عام، ولكن اليوم قد ما بعتي هو بجوز له ساعه ساعتين خلال النهار حسب كل ترتيب ام، يعني هي المشاهد اللي عم بيشوفها، الفيديوهات، هي ايضا الالعاب عم تعمل تاثير على الجمله العصبيه عند الطفل. يعني الطفل بيخلص اللعبه، خاصه الالعاب اللي عم نشوفها هلا على الموبايلات عم تحمل كثير من العنف، عم تحمل كثير من الذخيره، يعني بتلاقي الطفل ماشي بس عم يحاكي حاله انه انا بدي اعبي انا كذا. حتى لو اليوم سحبتي الموبايل بقت الجمله العصبيه عم تشتغل بهذا التوتر اللي كان فيه. اليوم شو تاثيره على الطفل بشكل عام؟ كل ما كان عمر الطالب أصغر كل ما كان تأثيره وضرره أكبر، لأن هي فترة الطفولة بتعمل تشتت انتباه، ممكن تخلي التركيز يكون كتير ضعيف عنده. مثل ما قلتي هو عم بيشوف هاي المشاهد كلها، المثيرات كلها عم تكون دفعة واحدة عم تجي لدماغه، فعم بيكون عنده ضغط، عنده طاقة معينة تنكبت بده يصير يفرغها. فمشان هيك نحن بنشوف ما بيكون في تركيز، ما بيكون في انتباه، ما بيكون في تحصيل علمي جيد، حتى النوم بيكون فيه مشكلة. أنا بربط بالموضوع التاب والموبايل بوقت الفراغ، كيف أنا علمت ابني من عمر صغير يقضي وقت فراغه، كيف أنا بقدر خليه يبعد عن التاب وهو أصلاً ما يهتم فيه. في أمهات كثير لحتى تريح حالها فبتعطي الموبايل يلا تسلى في ساعة مثلاً لأطبخ، اليوم الأغلب نسبة الأكبر في بالمقابل ممكن تعطيه شوية مكعبات لبين ما تخلص مثلاً شغلة أو شيء، أو تعطيه قصة أو يقلب صفحاتها أو شيء. فهون نحن فرق كيف أنا بعلم ابني كيف يقضي وقت فراغه. لما أنا بكون على المراهق سجلته نادي هو قضى وقت ساعتين ثلاثة مثلا بالنادي باسكت قدم اللي هو أحسن ما يكون قاعد بالبيت عم بماسك التاب والموبايل. وأنا بفترة المراهقة بصير المراهق بصير في عنده عزلة، بصير في عنده إهمال لأمور كتير من الدراسة اللي بتخليه كمان تشكل له ضغط معين إنه أنا ما بيريحني غير أمسك موبايلي وهنا ما بيخلوني أمسكه. فهو لازم يكون روتيني أساسي بالحياة إنه ممكن أنا أعطيها مرة بالأسبوع، ممكن أعطيها بس ليخلص واجباته بعطيها المساء. يكون في تنظيم لهذا الموضوع لحتى مع الوقت ليكبر يكون هو قدران يعمل كنترول على حاله. لأنه نحن متى ما قطع عمر معين ما بقى فينا نجبر الطفل على أشياء، في شغلات خلاص متى ما تعلم عليها ما بقى فينا نغيرها، صارت عادي عنده بالحياة، تصير صعب نغيرها. ويمكن هذا الضغط نحن ما بس نشوفه عند الطلاب اللي بيكون تحصيلهم ضعيف، لا، في ضغط يمكن بينعكس بشكل إيجابي على الطلاب، وخصوصا إذا عم نحكي عن الطلاب الشاطرين اللي بيكون عندهم روح المنافسة، اللي ما بيتقبلوا يمكن الأخطاء، دائما تفكيرهم أنه أنا بدي العلامة التامة، إذا نقصني نص علامة خلص نهاية العالم. هاي الأمور اليوم قد ممكن كمان تشكل ضغط للطالب؟ تماما، صار نوع من القلق. لما انا دائما القلق نوعين، او بيكون ايجابي فانا هو اللي بيخليني دائما قلقان لاني احصل على الافضل، انه اكون انا مميز دائما، اكون على مستوى المطلوب. لما بيزيد عن حده، لما بيصير هذا القلق بيعطيني مؤشرات فيزيولوجية معينة كاضطرابات بالنوم، ممكن أنا وقت الامتحان اتلبك انسى، بلش يصير في تعرق، يصير في توتر معين. هون صار زاد عن حده هذا القلق وصار معطل. متى ما صار معطل، يعني أنا بدي أجي أدرس أو بروح على الامتحان خفت، فأنا ما عدت عرفت أكتب مع أني دارس منيح، هون أنا صار معطل لإنجازي، فأنا هون صار عندي مشكلة حقيقية. دائما هذا الموضوع هو فعلا بشكل ضغط كتير كبير على الطالب، بشكل ضغط على أهله. هون مثل ما ذكرتوا أنه نحن لما بتكون الأم من الأمهات اللي هي دائما بتلوم ابنها، دائما بتوجه له تنبيهات، دائما بدون ما تراعي الفروق الفردية، بدون ما تراعي أنه هو عنده إمكانيات معينة قادر أنه ينجزها، ولكن بده منفس لحتى يقدر يفرغ فيه شوي، لحتى نتجنب نوصل لهذا الضغط اللي هو حيتحول لقلق معطل للإنجاز. أكيد رندا، يعني ذكرتي كذا قصة عن أسباب الضغط، ولكن اليوم خلينا نركز على فكرة أنه أول شيء الأهل حقهم يطمحوا أنه ابنهم يكون هو يعني مستوى تعليمي كتير جيد، ودائما الأم بتشوف أمثلة بالواقع بتحب ابنه يكون.
مثلهم. يعني هي نحن عم نحكي اليوم من عاطفة يعني، ولكن هي بحاجة لوعي وثقافة لنحن نقدر نقارن بالشيء الإيجابي، نبعد عن الشيء السلبي. اليوم وقت اللي بتقولي ابني عم يعاني من ضغط، خلينا نركز شوي، ذكرتي انه ممكن تكون ردود فعله ما بتستاهل الموقف اللي مرق، ممكن يصير موقف يكون عنده ردة فعل كتير قوية. انا كأم بقول انه هو ليش تصرف هيك، يعني يمكن هذا احد اعراض انه في ضغط عند الطفل. خلينا نتوسع اكثر بالاعراض كرمال كل ام عم تشوفنا اليوم تنتبه على الاعراض عند طفلها. اكثر عرض بيظهر هو ردود الفعل القاسيه للطفل، بيكون عدواني، ممكن يرد جواب، ممكن يحرك شيء، يكسر شيء، يسكر باب. هي اكثر مواقف نحن بنشوفها، يكسر باب تماما. هي اكثر مواقف بنشوفها. فدائما الاهل شو بتكون ردة فعلهم؟ انه ما عرفنا نربي تماما هو، ولكن ما هن عرفوا انه على قد ما سكروا بهي القوه وبهذا الضغط، هو وراها ضغط نفسي او اعتراض منه على شيء معين. هلا نحن لما كيف بدنا نواجه هذا الموقف؟ لما انا بأدي له يعني بتجاهله تماما، ما بعطي اي رد فعل ليهدى، بس ليهدى بيكون في حوار بهذا الموضوع، وبصير في حكي انه في ممنوعات بالبيت، هاي التصرفات ممنوعه. لما انت بتكون معصب او مضغوط تجي بتحكي لنا شو صاير معكم، نحل الموضوع. لما انا بعلمه كيف يفسر مشاعره، هي الضغوط لما انا بكون ما عم بقدر افسر مشاعري، لما بكون انا عندي حاله من الغضب، بكون انا عندي احيانا كثير بنشوف اطفال او طلاب او حتى نحن وقت بنكون وقت بنجوع فنحن منعصب. لما مثلا نكون معسانين فبيطلع كثير طلاب او اطفال كثير بيعصبوا لما بيكونوا مضغوطين جوعانين، هن بس بدهم يناموا بجوعوا وبيعطشوا، بصير كل القصص اللي بدهم اياها يرجعوا يكرروها بالنوم، ضيعوا وقت. كيف بيظهر هذا الانفعال؟ بيظهر بردود فعل غضب وتعصيب وتوتر. فهي كلها هي السلوكيات كلها بتكون اللي وراها او بين السطور هو كثير شيء بسيط وقادرانين كلنا نحله ببساطه. احيانا عندك اطفال غامضين، يعني عندك طفل ما بحب يحكي، وهون كمان في مشكله رح نروح لها. هون نحن لما نكون عم نعلم الطفل كيف يعبر عن مشاعره، كيف يلاقي اليه تفريغ لهذا الضغط، كيف لما انا اذا انت بدل مثلا ما متعصب تعال احكي لي شو صار معك، بدل ما انت تكون جوعان، بدل ما تعيط مثلا علمه كيف يعمل شيء بسيط ياكله لحاله. فهي لما انا بعطيه بدائل من وبعلمه هي الاستقلاليه كثير بتخف هي الضغوط اللي نحن بنسميها ضغوط على الاطفال، اللي هي لازم ما تكون موجوده ولكن تنوجد بطريقه او باخرى. لهيك انا كثير مهم اعطيه بدائل، دائما في بدائل. لما بدي اسحب منه الموبايل اعطيه بدائل عن الوقت اللي بده يقضيه بالموبايل، لما بدي اطلب منه يدرس فانا بدي اعطيه بدائل كيف يقوم يفرغ بتسجيل بنادي، يطلع يمشي شوي، يعطيه فتره يحكي مع رفيقه مثلا اذا كان هذا الشيء نعطيه مساحه اليوم بحدود مناسبه أيضاً. تماما أكيد. ضمن حدود وضمن قوانين البيت تمام. بالختام رندا خلينا نوضح، يمكن ركزنا كثير بالموضوع على دور الاهل اليوم ودعمهم وتاثيرهم بالتخفيف واداره هذا الضغط. طيب اليوم كاستشاريه اجتماعيه وكاخصائيين نفسيين ايمت ممكن نلجا لهم، او ممكن لا خلص الحاله ممكن تتمرق بل هي ممكن تكون بحاجه لاخصائي؟ هلا نحن اغلب الحالات اللي عم تشوفها هي عم تكون الام اللي لازم تشوف مرشد اجتماعي، تكون هي عم تعيش ضغوط كثير الله يعينهم يعني اكيد. فهي بتكون بدها هي المساحه التفريغ، بدها شخص ثقه تقدر تفرغ هي الضغوط اللي عم تعيش اللي عم تعيشها، لانه هي مو بس ضغوطها درس مثل ابنها، ولكن هي عم تكون ضغوطها مسؤوليات البيت، مسؤوليات الاطفال، مسؤولياتها الشخصيه، حياتها بشكل عام. فالافضل انه يكون في متابعه نفسيه واجتماعيه للام وللاب بدون بغض النظر اذا في مشكله ولا لا، تكون في هي مساحه التفريغ من تراكمات الحياه اللي نحن عم نعيشها. اذا ما كان ما في ناس ما بتحب تلجا او ما عندها هي الثقافه انه تلجا لمرشد او لمختص، فكتير مهم انه مثلا تلاقي حدا من الاقارب يكون ثقه تقدر تعطي هي المساحه من التفريغ لها.
ان شاء الله هيك اليوم نصائح وكل شيء حكيتي رندا يوصل للامهات ويكون هيك الايام اللي جايه خفيفه على الجميع، وان شاء الله بالتوفيق اكيد لكل طلابنا. شكرا لك رندا ولحضورك. شكرا اكيد لكم. بالختام الاستشاريه الاجتماعيه رندا علي ديب، شكرا لك نورتينا. شكرا.